بعمل سيرتش في نابلس. شو اول شيء بدك تعمله بعد الكورونا؟ اول شيء بسد الشكات يا حبيبي. شو بدي اعمل بعد الكورونا؟ اول شيء بتعرفه ناجل علي؟ بسمع فيه بس والله ما بعرف شو كان يشتغل. إشي تاريخي يعني. بعد صلاح الدين ولا قبل اجا؟ قبل. صحراء سيناء بتعرفها؟ نعم. سنه 1970 تحت اي سيطره كانت؟ 1970 يعني على هوا اعتقادي يعني لمصر. 70 اليهود طبعا. يعني صحراء سيناء مش لمصر كانت. هي كانت لمصر. هي وما زالت لمصر بس في 67 استحلوها الاسرائيليين وانتصروا عليهم. معصب انت اشي؟ لا مش معصب عادي. احنا مبسوطين بتقول كرم معكم اليوم. حياكم الله. ليش مستحي؟ هيك مستحي. من ايش مستحي؟ ليش اسمه تور كرم؟ من اهل الكرم والجوده وال... مش من كرم العنب يعني؟ بايام ثوره البراك هم بلشوا يقترحوا اقتراحات للعلم الفلسطيني ردا على العلم اللي حطته بريطانيا وقتها اللي هو الاحمر وفي علم بريطانيا ودائره بيضاء مكتوب فيها فلسطين. فاقترحوا علم فيه خمس الوان من ضمنهم الاربعه تبعون العلم الحالي. شو اللون الخامس؟ الاصفر. الايش؟ الاصفر. زهره. طب شو يعني؟ يعني اجاوبك انا؟ تعطيني جائزه جاوبتك؟ في سؤال ثاني. في اي دوله تقع مدينه ايليا؟ والله ماني ذاكر. مش ذاكرها ايليا. في مساعدات؟ مساعدات ايش؟ حليب وهذا وعدس يعني؟ لا من الشباب الطيبه. اسالهم من هون. رام الله والقدس. بين رام الله والقدس. القدس. القدس ايليا؟ نعم. نفس في القدس هاي. عمر بن الخطاب. ايوه. واعطى الامان للمسيحيين يعيشوا بسلام واعطى المفتاح. اذا ايليا شو هي؟ هي القدس. انا البرنس وانا جنتلمان كمامة بلبس وغلافز كمان سلامي من بعيد من غير احضن كورونا فيروس انا كده بامان بامبلي بامبلي اي بام بام بامبلي بامبلي اي بام بام علي الجيل اللي اقعد اعيد فيها 3000 سنه هاي بامبل بربومبا شو اللي كنت هاي بامبلي بامبلي اي بام بام احضن حته وسيب الباقي احضن حته وسيب الباقي بربم برب 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 ايوان كيف معلوماتك عن فلسطين شو بالضبط من فلسطين؟ عادي قول منيح ذهب والأحسن منيح ممتاز من أنت مواليد أي سنة البركة؟ 56 56 بدي أسألك عن سنة 56 كم مغتصبة إسرائيلية كان في قطاع غزة 1955 تقريبا إحنا من كلها مغتصبة المستوطنة مستوطنة؟ يعني بدل المستوطنة إحنا نكون مغتصبة وين تحتلت غزة؟ 67 هذا اللي مندور عليه تفضل عمي بارك الله فيك بدنا الناس يعرفوا انه ما كانوش محتلين احتل بعد 67 بس صار بس الله يعطيكم العافيه تفضل ما هو موقف الشهيد غسان كنفاني من معاهده السلام التي وقعت بين مصر والاحتلال الصهيوني عام 79 اللي وقعها السادات اكيد كان معارض وضدها ممكن اخليه يساعد مش غلط نعم كان استشهد اي سنه استشهد والله انا ما في السبعينات في 74 بعتقد 72 والله غسان كنفاني استشهد قبل 79 استشهد في بداية السبعينات يعني ما مرحلة السادات ومرحلة ما بعد 79 ما كان موجود يعني سؤالي غلط غلط أنا سؤالي غلط وأنت جوابك صح حقيقة أنا كنت مقتنع أنه استشهد بس سؤالك بسوي مكائد يعني هو اسمه البرنامج ترك احنا منخادع مخادعين مش مخادعين انت المخادع عبد في اي دولة يقع محور فيلادلفيا شو هو؟ مالك اذا من خضيت ما لا شو هو سمعني محور ايش؟ فيلادلفيا اليونان انقرة انقرة في عمان طيب محور صلاح الدين له اسم ثاني يعني انت جبتنا على المحاور والتاريخ والجغرافيا هذا لازم تعرفه ما بعرف الصومال كيف عرفت؟ يعني اقنعني بجوز انه محورنا جاي على كوربا من الحكي جاي على كوربا الصومال جاي على كوربا هذا الواقع بين مصر وغزة اللي هو الشريط الحدود بين مصر وغزة اللي هو عليه النزاع اللي يكون فيه الأنفاق وال أوه ماي جاد مثقف
شو الرمز اللي كان يستخدمه ناجي العلي برسوماته كان يعبر من خلاله عن الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو انتفاضة الحجارة؟ حنظلة. في مية؟ والله إذا جاوبت صح هذا أنا لسه مشتعل. طيب يا سيدي. بس أنت على الطريق الصح. يلا. حلو. هو انولد بقرية الشجرة. ممتاز. صحيح. سنة 37. بتعرف قرية الشجرة مين كمان شخصية انولدت فيها مشهورة؟ أبو عراب. طب والله لبوسك. لا 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 لا. يلا.